هي الذئاب المنفرده، فالوصول اليها قد يكون امرا بالغ الصعوبه، وصعوبته تكمن في ان الذئب المنفرد يتحرك دون اطار، ليس له جماعه، ليس هناك اتصالات، لا احد يتوقع متى يفعل عملياته او يلجا اليها في العموم، لانه ليس له اتصالات باحد، ليس له كبير، يتحرك من راسه كما يقولون، افعاله كلها تاتي من راسه بدون أن تصله مع تعليمات أو إرشادات من الخارج. هو يتبنى فكر هذه الجماعات بالفعل، ولكن لا علاقة له بها وليس له بيعة، فبذلك يصعب الوصول إليه بالفعل، أو يكاد الوصول إليه يكون أمرا مستحيلا، أو التنبؤ بأفعاله أو بجرائمه قد يكون أمرا مستحيلا بالفعل على الأجهزة الأمنية، لأنك هذا الشخص قد يكون يظهر في صورة شخص عادي جدا، زيه لا يختلف عن أزياء المحيطين به، يعني يرتدي الزي الإفرنجي، ليس له لحية، أو هذه السمات التي قد تجعل الشكوك تميل إليه من الأجهزة الأمنية في أوروبا. شخص عادي جدا، قد يكون أساسا من الغرب، أو قد يكون من هذه الدول، من هذه الدول، وبالتالي فجأة تجده ينفعل ويفعل فعلته، وبعد ذلك نكتشف مرجعيته حينما تذهب الأجهزة الأمنية إلى البيئة التي نشأ فيها، وتكتشف المفاجأة بأن كانت له علاقات فكرية وأيديولوجية بالجماعات المنحرفة، سواء كانت في أوروبا أو في الجماعات الموجودة في الشرق الأوسط كجماعة داعش أو تنظيم القاعدة وغيرها من الجماعات، ومثل أيضا جماعة الإخوان المسلمين بمركزيها الرئيسين الموجودين في أوروبا، في لندن وفي تركيا. يتبنى الذئب المنفرد فكر هذه الجماعات من ذات نفسه. ثم هناك قضايا كبرى أيضا يرتبط بها، مثل قضية الشرق الأوسط الكبرى، وهي القضية الفلسطينية، يتعاطف معها ثم يعني يرتكب جرائمه باسمها، كما حدث في بلجيكا منذ أسبوعين أو ثلاثة أسابيع أمام السفارة الإسرائيلية هناك في بلجيكا، عملية فردية قام بها شخص أو ذئب منفرد أدت إلى مصرع وإصابة عدد من الأشخاص.